السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أميرة المراكشية. اليوم نحضر حلوة معسلة رائعة من الحلويات الرمضانية المحبوبة، كتجي شيشة ولذيذة بزاف ومعسلة. هي حلوة المشنيخة، وإن شاء الله ما تحتاجوش إلى التوريق في تحضيرها. هنحضروها بدون آلة وبطريقة جد بسيطة وكتجي هائلة. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. ما تنسوناش اضغطوا على الزر الاحمر ابوني وديروا جيم ونخرطوا في القناه ديالي يوصلكم كل الوصفات الجديده. بسم الله. بالنسبه للمقادير كنحتاجو 500 غرام ديال الدقيق الفرص، ما يعادل تقريبا 5 أكواب. عندنا زنجله 70 غرام تقريبا، كاس الا ربع حيت كنطحنو كيولي لنا كاس عامر. بعدين عندنا الحليب تقريبا 250 حتى 300، يمكن نقصوا عليها يمكن نزيدوا عليها. عندنا جوج معالق كبار نتاع ماء الزهر، 50 مليلتر ديال الزبده مذابه على هذا الشكل، ذوبنا حتى صبحت تشفف على هذا الشكل، تقريبا 6 معالق. زيت كذلك 50 مليلتر، 6 ديال المعالق. على هنا مسكه تقريبا ربع معلقه كناخذوها وكندقوها مع سنيده تصبح على هذا الشكل. بالنسبه هي مسكه باكوم ارابيك، معلقه صغيره ديال القرفه، معلقه كبيره ديال النافع، معلقه صغيره ما يعادل تقريبا 4 غرام ديال الخميره ديال الحلويات. بسم الله كنصبوا الدقيق بهذا الشكل، كنديروا الزيت الزبده النافع، هذه المسكة كنصبو الزنجلان المطحون بعد ما طحنا حصلنا على كاس عامر، وهذا الزنجلان راه ناشي شوية ماشي حمرناه بزاف، غير واحد شوي 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 العافية وحيدنا باش كيطحن لنا بسرعة. عندنا القرفة، ماء الزهر، خميرة تاع الحلويات، كنسجلو هاد المكونات بهذا الشكل. راه رائحة رائعة، كتجي واحد الريحة لذيذة بزاف. بعد ما صبينا بعد ما مزجنا هاد المكونات مزيان، كنبقاو نصبو الحليب شيئا فشيئا، وغنقول لكم في الاخر بالضبط شحال استغرق ليا ديال الحليب. بعد ما جمعنا العجين استغرق لي هنا تقريبا كاس ونصف كاس العنبة، ما يعادل تقريبا 300 مليلتر، لأن كنبغيها شوية متنبغيهاش جارية ولا واقفة واحد شوية على هاد الشكل. الآن كنحاولو ندكوها، بعد ما دكنا العجين غير بهاد الشيء كندلكوه شوية. الآن غادي نحاولو نقسمو كويرات، بعد ما قسمناهم الان كناخذ هذه الكبيرات ونجمع على هذا الشكل ونديرها في البلاستيك الغذائي ونتركها ترتاح بهذا الشيء. واللي كبرناها كنديروها في البلاستيك وتنتركها حتى ترتاح. بعد ما وضعناه في البلاستيك كنتركوه تقريبا 5 دقائق حتى يرتاح لينا. بسم الله كناخذو الكويرة الاولى بهذا الشكل، من الافضل تكون العجينة شي شويه واقفه، كناخذو وكنسرحوها كناخذو وكنسرحوها كناخذو هذه الكويرة كنسرحوها مزيان. بعد ما سرحنا العجين كناخذ هذه القطعه كتباع في اي محلات،
كنقطعو بها على هذا الشكل. بسم الله. بعد ما طبعنا هذا المطبع على هذا الشكل، العجينه كنطيب كنديرو في البلاستيك كنطبقو، كناخدو مربع مستطيل واحد على هذا الشكل. غنوريكم كيفاش غندير ليه. كنبقاو كنسرحو فيه مزيان، كنسهلو العملية بالنسبة للناس اللي ما عندهمش الآلة. هاد الطريقة كنورقو حتى تصبح رقيقة، تتكون رقيقة. هاد الشكل حتى تحصلوا على الشكل اللي بغينا. كما كتلاحظوا راه رقيقة رقيقة، اما كنخليوها طويلة اما كنشوفوا على حسب الشكل اللي بغينا، واش طويل ولا رقيق ولا قصير. الان كنحاولوا نقادوا الشكل، يجينا شكل واحد. هاهو شغل هذا الشكل. كذلك هادو ما كنضيعوهمش. من بعد كناخدو واحد شويه ديال ميزينا، ميزينا كنديرو من الفوق حتى تنقطعو الجوانب. الان كنحاولو ناخدو هاد القطعه ديال البيتزا وكنحاولو نقطعو رقيق بزاف على هاد الشكل. هانتوما انتما كي كتلاحظوا كيجيو الخطوط رقيقه بلا اله وسهلين. نحاولوا نديروا مرقاق باش ما جا مرقاق كتجينا هاد البشنيقه رقيقه على حسب الذوق اللي بغينا. اللي بغى يديرها غليظه حسب الذوق، هي كتجي رقيقه كتجي واحد المنظر رائع. وكنبقاو غاديين بعد ما شكلنا هاد الخطوط الرقيقه كنحاولوا انتما كنجيو على هاد الشكل. غير نجيبها ما نخاف والو، كنجيبها كنبقى نجيبها هكدا. هذا هو الدور تاع المنزلة، كتخليهم تيتفارقو بيناتهم. هانتوما الشكل كيجي سهل، الشكل هكدا هاهو الشكل. كنحاولو نجمعها من الجوانب. كنحاولو نحيدو هاد الجينة اللي باقية لينا. بالنسبة اللي بغا يحيد اللي مبغا يحيد حسب الدوق، غير باش نقادلو يجينا داك الشكل. هانتوما كتلاحظو كيجي الشكل، عيد تنقلوهم أنا كنوضعهم في الزيت وتيتفرقو. هاكا الشكل ديالهم هو ساهل وبسيط. أي وحدة أي مبتدئة تشجع هي تاخد هاد القطعة ديال البيتزا وتقطع بها رقيقة بزاف بالجب، كذلك حسب الدوق. وكنوضعو في الطبق وكنحاولو نديرو الأخرى. بسم الله. نفس الشكل اللي درت في الأول ندير في الثاني. كنبقاو كنسرحوها، كناخدو هاد القطعة كتساعدنا باش أننا كيجينا الشكل واحد تقريبا، وكتساعدنا باش أننا نورقوها مزيان دائما الطوراق. لأن شحال وحدة كتشهى هاد البشنيخة ولكن ما كتوجدش عندها الآلة. الآن حاول نسهلو بدون آلة. بعد ما قطعنا الكل على هاد الشكل كنحاولو نجمعها. هانتوما كنجمعها، هانتوما كي كتلاحظو كي كيجي الشكل. كنجمعها من الجوانب، كنجمعها مزيان، كنحاولو كنقصها على هاد الشكل. هانتوما كتلاحظو كنحيدو هاديك القطع،
الطحين ديالك كيجي، وكنقرصوها مزيان من الجوانب باش الا كنا كنقليوها كتحلش لينا هذا الشكل. وكاين شي واحد هكذا حيدو، وكنوضعها في الطبق حتى تنكملو الكل، عاد نبداو نقلي الشكل ديالها كتجي غزاله. بسم الله، بعد ما كملنا الطاوة الاولى الان مرو باش نقليو هذا الطاوة. بسم الله، بعد ما سخنات الزيت كنقصو على نقطة تكون متوسطة، وكنبقاو نوضعو فيها كان على هذا الشكل تقريبا. هاد البشنيخة كتجي رائعة، كي كتلاحظو الشكل ديالها كي كيجي وكيجي وقاق مغلطش. نحاولو نديرو هنا ونديرو باش يتحلو لينا شوية، كيجيو على هاد الشكل وما تتكونش النار مجهدة لأن راه معرقين وبقينا ضريع في كذا. كنطلقو هاد البشنيخة حتى تيطيبو وكنقصوهم في العسل. بالنسبه لهاد البشنيخه ما كنحركوهاش حتى تنحسوا بها وقفات، عاد نحاولوا نقلبوها غير بشويه لان راه دقيقه ولا دغيا كتغلي تفرسك لينا، وتتكون واحد النقطه انها تتكون الزيت عامر عليها. كنتركها حتى تتحمر وكنحيدوها وكنغطسوها في العسل. انتم كتلاحظوا غير بشويه، اي شيء كنديروه بشويه انتم كتلاحظوا اننا درنا بزاف دغيا غتفردت طيب. ما كنقلبوها بشويه نتوما من بعد نتوما شويه تحمر لينا ونحيدوها. بسم الله، بعد ما طابو نتوما كي كتلاحظوا كنخليهم حتى يكحلوا بزاف كياخذوا لنا مع العسل كيجيو معانا، كنوضعوهم في العسل. ها هو الشكل نتوما كي كتلاحظوا الشكل كيجي غزالي بزاف. بعد ما وضعناهم في العسل كنبقاو نسقيوهم على العسل على هذا الشكل وتنتركوهم في العسل، ومن بعد الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا، حلوه معسله البشنيخه كتجي على هذا الشكل، كتجي رائعه ولذيذه وهشيشه. كنتمنى تعجبكم وغادي تعجبكم، جربوها وبارطاجوها مع الاصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.